شهدت مدن وبلدات لبنانية عدة استجابة واسعة لدعوات الإضراب التي أطلقتها قوى الحراك المدني خصوصا في الشمال، إذ بقيت معظم الطرق الرئيسة والفرعية في مدينة طرابلس مقطوعة وحركة السير محدودة في المدينة. يأتي هذا بينما كثف الجيش اللبناني وجوده في بيروت ومحيطها، لا سيما جسر الرينج، بعد الأحداث التي شهدها ليلة أمس. وعمد الجيش إلى فتح طريق جل الديب شرق بيروت بالقوة، مزيلا خيام المعتصمين. وقد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور في إطار زيارة استطلاعية في لبنان يقوم بها المسؤول البريطاني. تزامنا مع إطلاق حزب الله سهامه على التدخل الأمريكي، يشهد قصر بعبدة زيارة الموفد البريطاني بعدما زاره الموفد الفرنسي. المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية ريتشارد مور أطلع الرئيس اللبناني ميشيل عون على الاجتماع الذي عقد في باريس بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة. الضيف التقى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ولم يخرج عن الاجتماع سوى العموميات بضرورة تأليف حكومة إنقاذ. اللقاءات الهادئة أعقبت ليلة صاخبة شهدت اعتداء من قبل مناصري حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين. تبرير الهجوم والتهديد بالقتل وبسابع من أيار جديد أتى عقب ظهور أحد الأشخاص يكيل السباب لأمين عام حزب الله. نقاموا بالسب والشتم لمراجع دينية مثل سماحة الأمين العام وغيرهم. نحن نستنكر هذا الشيء اللي عملوه. اللي صار مبارح في سياسة خارجية عم تستعمل الشعب لفتنة. بالنهاية هولي فقرة هولي فقرة، دينيتهم نفس المطالب. أحداث ليل جسر الرينج في العاصمة بيروت وجهت رسائل سياسية لاتجاهات عدة. الإفلاس فكري من قبل الناس يلي هجموا، لأن ما عاد في عندهم حجج يقدروا يطرحوها ويناقشوا فيها الناس على الأرض. هن في عندهم إفلاس تجاه القاعدة تبعيتهم، القاعدة تبعيتهم حسينا أنه عم تنحاز على الحراك، عم تنحاز للمطالب المحقة يلي عنده إياها الحراك، وما عم يقدروا يوقفون بقى. مشان هيك عملوا هالردة فعل الهستيرية على الأرض مبارح. حركة أمل وحزب الله ثنائي اطلع بمهمة حماية السلطة، أمر دفع مراقبين إلى اتهام الحزبين بالسعي إلى اللعب على أوتار طائفية ومذهبية. الشارع بالشارع معادلة حذر منها الحزب الأقوى في لبنان، ما ينذر بحسب المتابعين بتكرار الاعتداءات المؤدية إلى خاتمة لا يحمد عقبها. حسين خريس، العربي، بيروت. للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحج خوري، وكذلك من طرابلس أحمد الهاشمي، ومن صيدا علي رباح. أبدأ معك جويس من بيروت. الأجهزة الأمنية والقضائية باشرت تحقيقاتها بخصوص الأحداث التي جرت منتصف الليل الفائت في منطقة جسر الرينج، ولكن هل ما حدث انعكس اليوم أمنيا وشعبيا على أرض الواقع في بيروت؟ نعم جويس، يبدو أننا لا نستمع إليك، ربما سنربط الاتصال بك من جديد، ولكن إلى حين ذلك نتحول إلى صيدا وإلى علي رباح. علي، ماذا عن الوضع لديك؟ مظاهر الإضراب اليوم وربما الخطوات التصعيدية المرتقبة للحراك في الجنوب عموما؟ نعم، نحن هنا في ساحة إيليا في صيدا، هذه الساحة التي شهدت اليوم عموم مدينة صيدا إضراب، ويعني معظم المرافق يعني من أسواق تجارية وغير أسواق تجارية ساهمت في هذا الإضراب. معظم المحتجين اليوم يعني اعتصموا وتظاهروا أمام المرافق العامة وأقفلوها من شركة الكهرباء إلى شركة الاتصالات أوجيرو إلى معظم المرافق. لكن الأهم من ذلك أن يعني الأحداث والاعتداءات التي حصلت أو يعني تعرض لها المحتجون أمس في بيروت على جسر الرينج تركت
ندوبا معنويا لدى معظم المحتجين على مساحة لبنان. أمس يعني كان هناك دعوات هنا في صيدا وفي معظم الساحات في لبنان للتوجه إلى بيروت لدعم المحتجين، لكن سرعان ما سحبت هذه الدعوات، أولا حرصا على السلم الأهلي، وثانيا يعني إيمانا من المحتجين بأن أي احتكاك بين الطرفين لن يكون إلا لمصلحة هذه السلطة الذين يقولون عنها بأنها يعني تسعى إلى إعادة إنتاج الخطاب الطائفي لتشرع نفسها من جديد. هنا بالقرب من مدينة صيدا وتحديدا في منطقة الجي يعني شهدنا اليوم حادث سير ضخم جدا راح ضحيته شخصين. الملفت أنه بعد تشييع الشخصين كان هناك بيان لحزب الله قال فيه، وصف فيه المحتجين بقطاع الطرق والحادث بالعمل الإجرامي والإرهابي. يعني كافة المؤشرات تنذر بأن الأيام المقبلة ربما ستشهد أحداث ربما تصعيد بين الطرفين، أو هذا أقله ما يشعر به المحتجون هنا في صيدا. نعم علي، وأعود مجددا إلى جويس. جويس، يبدو أن الخلل التقني زال والآن بإمكاننا الاستماع إليك، تفضل. نادين، كنت أقول أن الأحداث التي حصلت بالأمس لم تؤثر على المتظاهرين أقله، على الرغم من الرسالة التي أراد المعتدون إيصالها وهي أن هناك شارع مقابل شارع، إلا أن المتظاهرين يؤكدون استمرار التحركات، وإن كانت هذه التحركات ليست مكثفة كما كانت في مطلع الحراك الذي انطلق في 17 من أكتوبر الماضي. اليوم كانت هناك عدة محطات قطع للطرقات تحديدا عند مدخل شارع الحمراء في بيروت وفي مناطق لبنانية أخرى، وإنما كان ربما التركيز الأكبر هو على الشق السياسي مع زيارة ريتشارد مور إلى بيروت ولقائه عدد من المسؤولين ومن بينهم أيضا قائد الجيش. وقد رشحت بعض المعلومات الإضافية إلى ما تقدم إليه زميلي حسين في تقريره بأن مور كان واضح عندما قال بوجوب تأليف حكومة تلبي مطالب المتظاهرين وتعيد الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، دعا إلى حماية المتظاهرين وأبدى قلقه من المشهد الذي ظهر بالأمس عند منطقة الرينج. هناك دعوة لي تأليف حكومة لإنقاذ لبنان تحديدا في هذا الوضع المالي والاقتصادي الصعب، وهذا يترافق مع دعوات إلى إضراب عام للقطاعات كافة أيام الخميس والجمعة والسبت، ومع إعلان نقيب أصحاب المقاهي والمطاعم عن إقفال 265 محلا يتخصص بتقديم المشروب والمأكل في غضون الشهرين الماضيين. هذا باختصار هو المشهد هنا في بيروت. نادين، من بيروت نذهب إلى طرابلس. أحمد الهاشمي، كيف كانت الاستجابة للإضراب عندكم؟ كانت جدا قوية، لأنه بمكان من الأماكن نستطيع أن نقول بأن إحدى أكبر دعوات الإضراب ظهرت من المنصة قبل حوالي يومين، حتى أن يعني منظمون قالوا بأنها لعلها كانت صافرة يعني دعوة قبل إطلاق صافرة الانطلاق صح القول. المشهد هنا تمركز منذ منتصف ليل أمس إلى نهار اليوم، أو إلى فعليا إلى حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي اللبناني، بقطع الطرقات. الأمر نفسه انسحب على الأجزاء الشمالية من مدينة طرابلس، وحدد طبعا منها محافظة عكار بالنقطتين الأساسيتين فيها، وهي نقطة البداوي والنقطة الثانية نقطة مستديرة العبدة. لابد من الإشارة إلى نقطة هنا، بدأت تعي الدعوات يعني أتوقع بأن الساعات القليلة القادمة سوف تحدد جديتها من عدم جديتها للزحف، بحسب يعني بحسب الداعين عبر 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 منصة واتساب، بالزحف إلى عبدة وإقامة يعني المظاهرات هناك بعبدة. بحسب المتظاهرين يبدو بأن رئيس الجمهورية لا يستمع إليهم، فهم ذاهبون حتى يعني يسمعوها أصواتهم. لابد من الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي ما زال يتدهور بحكم يعني ارتفاع الدولار مقابل الليرة. يوم أمس كانت الرسالة يعني أثناء إعطاء الرسالة كانت الدولار مقابل الليرة بسعر الصرف المحلي بأصيرها وبالسوق السوداء 2050 ليرة، اليوم 2025 ليرة. هذا الأمر شكل هامش سلبي جدا عند الناس، وأتوقع الساعات القليلة القادمة سوف تحمل لنا ارتفاع واضح في سعر الليرة مقابل سعر الدولار. شكرا لكل مراسلين أحمد الهاشمي في طرابلس، جويس الحاج خوري في بيروت، وعلي رباح في صيدا.